كابتن سيد عبد الحفيظ الحقيقه يعني من انجح مديرين الكره الحقيقه في مصر وفي النادي الاهلي. اما بتشوف المحاضره او تشوف الكلام اللي بيقوله كابتن سيد عبد الحفيظ قبل المباراه وقبل التدريب، احنا بره بنبقى عايزين ننزل نلعب. انا ببارك لك يا كابتن سيد الحقيقه، دوركم مهم جدا. مجلس الاداره اللي قدر ان هو يوفر مناخ كبير للجهاز الفني وللعيبه، مبروك يا كابتن سيد. حابب تقول لكل الرجاله دي اللي قدرت ان هي تحقق البطوله العاشره؟ اقول الحمد لله طبعا، الحمد لله الحمد لله، ربنا كبير. بطولتين مهمين جدا جدا في تاريخنا ومشوارنا، مش في تاريخنا مش مره بس، في تاريخ ومشوار النادي الاهلي ككل. يعني بتحقق ارقام، يعني انت النادي الوحيد على مستوى القاره اللي خد البطوله ثنائيتين ورا بعض، 2005 2006 2012 2013 2020 و2021. يعني امل يا رب ان شاء الرحمن زي النهارده وزي الايام دي السنه الجايه نكون محققينها لثالث مره ان شاء الرحمن. يعني بطوله كانت صعبه بالتاكيد، قابلنا في مشوارنا عدد من الانديه يعني لها تاريخها ولها مكانتها، وبطولتين يعني في السنه اللي فاتت دور الثمانيه والمجموعات كان معاك الهلال السوداني وكان معاك النجم الساحلي، وبعدين النجم وبعدين دور الثمانيه عندك صن داونز ثم الوداد ثم الزمالك. ده السنه اللي فاتت، السنه دي بتقابل في دور الثمانيه عندك صن داونز وبعدين الترجي، وبعد كده بتلعب في النادي مع النهائي مع كايزر تشيفز. كايزر تشيفز يعني من الفرق اللي ما كانش طبعا مصنف في الاول، لكن قدرت بمجهودها وقدراتها وارادتها انها توصل لابعد نقطه. الشوط الاول كان شوط صعب جدا، يمكن من الماتشات اللي كنت قلقان منها جدا 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 جدا، بقالي يومين ثلاثه كان مش عايز اقول متوتر، لكن كنت يعني من قلقان، لان الماتشات الكبيره بيبقى الدافع موجود، الناس حسستنا ان البطوله انتهت، وده كان احساس صعب قوي، كان احساس صعب قوي ان انت عايز توصل للعيبه حاجات تدي لهم دافع اكتر. فبدانا نتكلم على مشوارنا في المستقبل. خلي بالك المباراه ديت بتلعب فيها كاس عالم الانديه، المباراه ديت يعني محدش بيفتكر، هتتعب عشان تقول يعني انا خدت بطوله 82 من مين؟ المختص قوي والمذاكر قوي هيقول لك من كوتوكو، 87 من الهلال، 2001 من صن داونز، 2005 من النجم، 2006 من الصفاقسي، 2012 من الترجي، 2013 من اورلاندو، 2020 من الزمالك، 2021 من كايزر تشيفز. انا عشان مختص ماشي اعرف كده كويس، لكن الاهلاوي العادي ممكن يقول لا احنا خدنا بطوله 10 مرات. فاذا اهميه المباراه هي اهميه البطوله، مش هتلعب مين وبس يعني. فده كان مهم قوي ان احنا نشتغل عليه، قدرنا الحمد لله رب العالمين وربنا وفقنا. يعني خلينا نقول ونتبسط ونفرح الحمد لله رب العالمين، لكن طبعا عندنا كمان مشوار عايزين نكمله على المستوى المحلي. يعني بختم معاك الدور الكبير الحقيقه لليوم بمجلس الاداره برئاسه الكابتن محمود الخطيب. ربنا كافئ اللعيبه وربنا كافئ المجلس الحقيقه كابتن سيد، لان الفتره اللي فاتت كانت صعبه جدا، الكل تحمل حملات ويمكن ضغط كبير جدا، لكن توفيق ربنا بيبقى مع اللعيبه بيترد، واكيد المجلس كان ليه دور كبير. بص يعني كل ما زود الضغط عليك، كل ما زود الضغط عليك تبان قوه شخصيتك. انا مؤمن بده جدا. يعني النادي الاهلي هو في المكانه العاليه في افريقيا والمكان الاعلى في الوطن العربي وفي مصر بالتاكيد، فهتضغط يبقى لازم يبقى شخصيات قويه اللي تستحملها. يعني الحمد لله رب العالمين عندنا رجاله، احنا من النادي، احنا النادي اللي بنحترم كل الناس لكن ما بنخافش من حد خالص.